أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من عجائب الزمان، وإن من المآسي التي نعيشها في هذه الأيام بسبب مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما نسمع قبل أيام أربعة من رجل ينتمي إلى الحزب الجمهوري وصار مديرا للمناهج في السودان، وهو يتحدث في ندوة أمام جمع من المسلمين يطعن في كتاب الله عز وجل ويقول أن ما ينتقد على المسلمين موجود في القرآن، من ظلم المرأة ومن الوصايا ومن بعبارته قال وشي الآن الناس بينتقدوا على داعش، قال ده كله في القرآن، ده مدير المناهج في السودان، وقال ده في القرآن المدني شغل داعش، تحريق الناس وقتل الناس بغير وجه حق والاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، قال ده موجود في القرآن المدني، وقال والناس مارسوه في دولة المدينة، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسيكون لنا تعقيب إن شاء الله، وسوف نسمع الناس كلامه بصوته وصورته. ده مسؤول المناهج جاء لينفث هذا السم من غير خجل ولا حياء ولا خوف من الله سبحانه وتعالى ولا احترام لعقائد المسلمين، وهو ينادي إلى احترام عقائد الآخرين. طيب الليلة البلد المسلمين فيها أكثر من 99 من المسلمين في هذا البلد من المسلمين، لماذا لا تحترم عقائدهم؟ ولماذا لا تحترم الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ولكن هذه بشريات السوء، الناس وقت مرقوا قالوا نحن ما قصدنا دين، نحن قصدنا الجبهجية. هل الجبهجية نزلوا القرآن؟ هل القرآن ظهر في عهده؟ ده يا أخواننا من البلاوي ومن الفتن التي ابتلينا، إنه نحن نضطر نكلم المسلمين في إن يا أخواننا قرآنكم نافع وصالح لكل زمان ومكان، وإن القرآن كله كويس المكي والمدني، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نضطر نذكر الناس بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. نذكر الناس بقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نذكر الناس بما جاء في السنة المستفيضة في فضائل القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وده في القرآن المكي، لو كنت أنت صاحب تؤمن به، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نحتاج أن نذكر الناس بالقرآن وبفضل القرآن، وبأنه جاء هدى، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لكن يا أخواننا، هذا يدل على شؤم هؤلاء الناس الذين ينتمون إلى هذا المنهج الفاشل الذي قطع الله رأسه، وأنهم وإن انتسبوا إلى الإسلام فإنهم يطعنون في القرآن وماذا تركوا بعد ذلك. زي ما المشركين زمان اتجمعوا عشان يصدوا الناس عن القرآن، فقال لهم أبو الوليد: ما تقول اجتمعوا، فإن الموسم قد أتى، وإن الناس لو سمعوا ما يقول محمد اتبعوه، ولو تفرقتم على شيء لما آمن لكم الناس، أو كما قال. فقالوا هو شاعر، فقال والله ما هو بالشعر، وقالوا كاهن، قال والله ما هو بقول الكهان، قالوا ساحر، قال والله ما هو بالسحر، ولكن هو أقرب إلى ذا، ولكن قولوا ساحر وقولوا سحر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. ربنا قال: إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ابن عباس كما نقل العلامة ابن كثير رحمه الله، قال: الإلحاد هو أن يضع الكلام أو القرآن في غير مواضعه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، وهذا تهديد، إنه بما تعملون بصير. لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز منيع لا يناله التحريف ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا سبيل إلى الباطل إلى القرآن أبدا، لا من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل القرآن من حكيم، ربنا عز وجل حكيم في الأوامر في القرآن، حكيم عن ما نهى في القرآن، حكيم سبحانه وتعالى، حميد أي يأمر بالأمر الذي يحمد عليه، وينهى عن الشيء الذي يحمد على أنه نهى عنه. لن تجد أمرا في القرآن إلا ولو كنت عاقلا ستحمد الله أن الله أمر به، ولن تجد نهيا في القرآن إلا وستحمد الله تبارك وتعالى على أن الله عز وجل نهى عنه. ده القرآن. لكن يا أخواننا، نازل بعرضه في القرآن ما فضل لهم حاجة،
يتكلموا عنا، وهذا من أشرات الساعة. للأسف الشديد بين المسلمين آلاف وملايين المسلمين قاعدين، وزول يطعن لهم في كتابهم وفي قرآنهم ويقول لهم قرآنكم ده ما نافع، والشغل اللي بيسووه المجرمين والفجرة من العهر ومن الاعتداء على الناس ومن الكذب ومن القتل ومن التشويه للدين، يقول لهم ده عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما هو قول المسلمين؟ المسلمين رأيهم شنو في الكلام ده؟ ستسمعه إن شاء الله بعد الخطبة. ما هو رأي المسلمين في ذلك؟ وده بقى مسؤول المناهج في السودان، حيمرق لنا جيل لا يؤمن بالقرآن، جيل يطعن في نبيه عليه الصلاة والسلام، تبا لهذه المناهج وتبا لهذا المنهج. لو كان بيمرق لنا بشر زي ديل يقتلون ناس داعش، حصل في دولة المدينة؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الذين لا يعلم لهم أصل ولا يعرف لهم إيمان من إسلام؟ ناس داعش تقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ديل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى كلام أصلا رفيقا عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أولا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأن لا يقتل وليدا، وأن لا يقطع شجرة، وأن لا يقتل عابدا في صومعة قاعد وصومعته بعبد الله ما يهبشه، وأن لا يقتل شيخ كبير، وأن لا يحرق بالنار، وقال لا تعذبوا بعذاب الله، وأن يكون هم الإنسان الدعوة إلى الإسلام. شكد النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل علي بن أبي طالب لليهود، اليهود حشلاه السم في الشاة وفي الذراع الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أرسل عليا ليفتح حصن خيبر قال له انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ده الدين الأمر به والنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أسامة ابن زيد رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله، وكان في موضع اجتهاد في الحرب، لما الزول ده قتل المسلمين تقتيل شديد، لما خلاص أسامة بن زيد ورجل من الأنصار دارين يقتلوه قدروا عليه، قام جدع السيف وقال آمنت، فقتله أسامة. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما يريد أن يتقي. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة بن زيد حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يلقى امرأة مقتولة فيقول من قتل هذه ألم أنهى عن هذا؟ فقتلها خالد رضي الله عنه من باب الخطأ، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تجي تقول ناس داعش ما بتخاف الله؟ ما بتتقي الله يا كذاب يا مجرم؟ ما بتتقي الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التمثيل بالبهيمة، ووجد واحد شايل له بيت بتاع حمامة فينهاه عليه الصلاة والسلام. حقوق الحيوان في الإسلام موجودة، تجي انت
تنسب كلام المجرمين والضالين للإسلام؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر هذا الرجل بما شاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن نوجه للمسلمين ولهذا الرجل عسى أن يتوب ويرجع إلى الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته هذا القرآن فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دفاع عن مثل هذا الرويبضة، لا يحتاج. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى حرف استعلاء وتمكن، يعني أي خلق عظيم وجميل النبي صلى الله عليه وسلم فاته بمراحل، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. لكن يا أخواننا تصديق للقرآن ذاته، ربنا قال: كما أنزلنا على المقتسمين، قال ابن كثير: أي المتحالفين على تكذيب الرسل، لأنه أي رسول ربنا جعل له أعداء. معلوم النازل، ربنا قال: الذين جعلوا القرآن عضين. قال العلماء: عضين يعني أجزاء يؤمن ببعض ويكفر ببعض. كما أنزلنا على المقتسمين سورة الحجر، ودي مكية، وقال بيؤمن بالقرآن المكي، دي مكية سورة، دي سورة الحجر. الذين جعلوا القرآن عضين، الهوى، والقرآن المكي والمدني كله من عند الله. وربنا عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. ربنا قال: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ما حصل جبتوا صورة زي القرآن، ولن تفعلوا. وده من باب التحدي، وده من بلاغة القرآن، لأنه لن حرف نفي ودخل على الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. ونحن نتحدى هذا الرجل وحزبه الجمهوري ومن معه إنك تجيب لنا صورة ولا آية زي القرآن. والقرآن المدني ماله؟ أمر بمكارم الأخلاق، نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن قتل الأنفس بغير وجه حق، أمر ببر الوالدين، أمر بحق الجار، أمر بحفظ الأمانات والعقود، أمر بعدم أكل أموال اليتامى، أمر بأن يدفع للمسكين حقه وللضعيف حقه. القرآن المدني ماله؟ لكن يا أخواننا هذا من الضرب لكلام الله ولدين الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين شر أهل الزيغ والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.